السلام عليكم زماننا الكرام. اليوم هذا العرض الاول بالعراق الجهاز الفينوس تي 75. قد ما راح نشرح لكم عن مواصفات هذا الجهاز ما راح تتوقع مثل ما راح يجيك. نجي نشرح مواصفات الجهاز ونقول بسم الله. اول شيء طبعا الجهاز اجى الحجم مالته والاطار 5.5. حجم الجهاز كلش حلو، الجهاز سلس وسريع مثل ما تلاحظ زماننا الكرام. طبعا محملين به برامج التواصل الاجتماعي كافه واطول العاب واطول برامج محمليها بها مثل ما تلاحظون. بعد السرعه مال الجهاز اشرح لكم مواصفات الجهاز. اول شيء البطاريه خارجيه 3800 ملي امبير، يدوم شحن الجهاز 8 ساعات الى 9 ساعات متواصله. الذاكره مال الجهاز كلش قويه وعملاقه 32 والعشوائيه 3. الكاميرا الخلفيه مال الجهاز 13 ميجا بكسل والاماميه 8 ميجا بكسل. حجم الشاشه طبعا ذكرنا لكم اياها 5.5. الاصدار مال الجهاز كلش ممتاز، اخر اصدار اللي هو اندرويد 10. جهاز اجى بنظام اندرويد. طبعا الجهاز اجاكم دبل سيم كارد وبطاريه خارجيه مو داخليه مثل ما تلاحظون زماننا الكرام. اجى الجهاز بدبل سيم كارد ويدعم الرام الى حجم 256. طبعا اجى لونين بالجهاز واللونين كلش حلوات وروعه. اجت الالوان مموجه، هذا اللون الثاني زماننا الكرام. طبعا هذا اللون فسفوري كلش حلو وبناتي. اجى ثلاث كاميرات خلفيه وكاميرتين اماميه بالاضافه الى فلاشين. كل هذا اجى بسعر 85,000 دينار والتوصيل مجاني، بالاضافه نذكر لكم الهدايا. طبعا هدايا كلش حلوه. حافظه جيلاتينيه ما يحتاج تروح للسوق وتاخذها، هو يجي وياها حافظه، تجي وياها لزقه ضد الكسر، يجي وياها ستاند مثل ما تلاحظون زبائننا لمشاهده الافلام او يعني تفيد هوايه. والشاحنه الاصليه مال الجهاز والسماعه. مثل ما ذكرنا لكم كل هذا ب 85,000 دينار والتوصيل مجاني، ما عليك الا تراسل الصفحه او الاتصال على الارقام التاليه.